معك عبد الناصر زيدان، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، واهلا بكل الناس اللي بتتابع زغاليل علي معلول. قول لي، بيقول لك النهارده علي معلول حط زغلول جامد جدا، ولولا هذا الزغلول كانت تونس هتروح في خبر كان، ومصر كانت هتتصدر مع تصدرها المجموعه هتطلع للتصنيف الاول. صح، لكن زغلول علي معلول كالعاده بيبقى مختلف. اه يعني منتخب تونس عمل مباراه حلوه، علي معلول ابو الزغاليل جاب زغلول جديد بيضايق الكل اكيد، ولكن علي معلول بيواصل تألقه بصراحه بمنتهى الامانه. منتخب تونس عمل مباراه مميزه جدا جدا في المرحله الختاميه من تصفيات افريقيا المؤهله لكاس عالم 2022، فازوا على زامبيا في الجوله الاخيره 3-1. يمكن علي معلول صاحب الزغلول شارك اساسيا في المباراه من البدايه للنهايه. يعني عيسى العيدوني جاب هدف لتونس في الدقيقه 19، بعد كده محمد دراجر جاب الهدف الثاني في الدقيقه 31، علي معلول من تسديده جميله جدا في الدقيقه 43 تقدمه بثلاثيه نظيفه، وبعد كده سكالا لاعب منتخب زامبيا تعادل او جاب هدف عفوا الوحيد بالنسبه لهم، هدف اليتيم سكالا جابه في الدقيقه 80 من ركله جزاء، علشان يعني منتخب تونس يصبح رصيده 13 نقطه وينفرد بالصداره بفارق نقطتين عن منتخب غينيا الاستوائيه اللي يعني تعادلت مع موريتانيا، وزامبيا بقى في المركز الثالث بسبع نقاط، وبالتالي تبقى موريتانيا في المركز الاخير برصيد نقطتين. يعني كده يعني كده تصدرت تونس، وكان كثير من المصريين معلقين امال ان تعادل تونس او هزيمتها هيطلع مصر تصنيف اول، باعتبار ان المنافس ليها اوريدي تصنيف ثاني وفرق التاريخ لصالح مصر. صح، وبالتالي بقى كده مصر منتخب مصر في التصنيف الثاني، عشان كده بقول لك زغلول علي معلول مختلف النهارده. يعني كده المنتخبات اللي تأهلت بعد يعني تأهل تونس وفوزها بثلاثيه مقابل هدف نظيف خلت طبعا تونس تصنيف اول. يعني المنتخبات اللي تأهلت مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديمقراطيه وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون اتحطوا طبعا خمسه تصنيف اول وخمسه تصنيف ثاني. التصنيف الاول هيبقى السنغال، المغرب، الجزائر، نيجيريا، تونس، والتصنيف الثاني هيبقى مصر، مالي، غانا، الكونغو الديمقراطيه والكاميرون. يبقى كده مصر هتقابل فريق من التصنيف الاول، القرعه يعني في يوم 18 ديسمبر، القرعه بتاعت المرحله النهائيه يعني هتبقى 18 ديسمبر في قطر، ده موعد القرعه هتقام في الدوحه بالتزامن مع كاس العرب، وبالتالي يعني اعتقد المباريات هتكون في شهر مارس. الناس بتتكلم يعني في الفتره من 21 ل 29 مارس هي دي المواعيد النهائيه او مواعيد المرحله النهائيه للتاهل لكاس العالم. وكمان احنا واحنا كمان في كاس العرب هنقابل منتخب من منتخبات التصنيف الاول، لان احنا مجموعتنا مصر والجزائر والسودان ولبنان، وطبعا الترشيحات كلها رايحه لمصر والجزائر، بس طبعا هنقابل الجزائر وبكامل نجومها او بال يعني ب 70 80% من نجومها، والجزائر فرقتها محترفين وغير محترفين شرسه، فده طبعا هيكون شيء كويس، لانها لو القرعه وقعتنا مع الجزائر هيبقى عند كروش فرصه انه قابلها في الدوحه، وده طبعا يا عم وائل يا مكاوي يا جميل يا صاحب يا جدع يا محترم، تحياتي ليك وتحياتي لأنا ولاسرتك كلهم. واحد واحد وائل مكاوي من امريكا بيتابعنا، عايز اقول لك دلوقتي الخيره في ما اختارها الله، ليه؟ وارد كنا بقينا تصنيف اول وقابلت مالي، استدعي بالله انا بالنسبه لي مالي اقوى من تونس، والله مالي اقوى من الجزائر، واقسم لكم بالله مالي اقوى من فرق في التصنيف الاول. بوركينا فاسو اللي تعادلت مع الجزائر ماتشين، والجزائر 33 مباراة بلا هزيمة ولا 34 مباراة، بس بوركينا فاسو شرسة وتصنيف تاني. يا جماعة اللي عايز يصعد ما يبصش هيقابل مين، لازم يشقعد. يعني احنا شفنا النهاردة الجزائر ومعاناة وكادت ان تخرج وهي فريق رهيب، الكرة ما فيهاش كبير. شفنا تونس وهدف عالمي لعلي معلول قضى على طموحات زامبيا. شفنا نيجيريا، شفنا الكاميرون. احنا بمستوانا بتاع النهارده ده اخرنا
للاعب ومترتر. حدش يزعل مني، حدش يزعل مني. خلينا واضحين، احنا بالمستوى ده طبعا ده مش مستوانا، ولكن بالمستوى اللي لعبنا بيه قدام الجابون احنا ننفع تصنيف تالت مش تاني. دي واحدة من اسوأ المباريات اللي لعبناها، بعيد عنكم حاجة تحزن وتخلينا نلطم وايام سودة وما يحلمها غير ربنا. يعني متفق معاك يا استاذ عبد الناصر، وخليني اوضح فعلا زي ما انت بتقول ان اي يوصل كاس عالم مش هيبص للمنافس، يعني ايا كان المنافس بتاعك انت فرقه بتدور على كاس عالم، فايا كان هتقابل تطلع تصنيف اول تطلع تصنيف ثاني تقابل ايا كانت الفرقه اللي هتقابلها، انت المفروض منتخب كبير يا بيما. الكاميرون 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 تصنيف ثاني وغانا تصنيف ثاني، يعني اللي اللي كان قاعد النهارده بيحلم بينا تصنيف اول مش فاهم اللعبه كويس. والله العظيم في فرق في التصنيف الاول اضعف من الكاميرون ومن غانا ومن مالي ومن بوركينا فاسو. صح، هي ما يعني خلينا والله اقول لك، يعني تصنيف اول تصنيف ثاني في الاخر العشر منتخبات الحظوظ متساويه، مباراتين هتقدر تلعبهم يحسموا الموقف يخلوك توصل ولا ما توصلش، انت عارف انك تستعد ليهم، لان للاسف زي ما انت بتشوف برضه مباريات المنتخبات في الفتره الماضيه يعني بتفرق امور كثيره، والمنتخب المصري يمكن النهارده المستوى غير مقنع. هنجد ده مستوى زفت يا راجل، غير مقنع يا راجل، ده مستوى زفت. عارف الماتش ده كله فيه لقطتين، الماتش ده كله فيه لقطتين، بقينا حكم مكلاين كوره بعيد عنكم من المر، بنتكلم على اللقطه بتاعت احمد فتحي وتبادل الشاره مع صلاح، واللقطه بتاعت الاثنين بودي جاردات اللي مع محمد صلاح اللي يعني مأدين الواجب بزياده. لكن هتقول لي ايه اللي لفت نظرك؟ اقول لك احمد فتحي وهو بيدي الشاره لصلاح والاثنين بودي جاردات اللي لابسين لبس المنتخب وبيقولوا للناس احنا بودي جاردات بس متخفين يا جماعه، احنا بودي جاردات بس متخايفين. هبل يعني، حتى يا ابني ما انت بودي جارد لابس لبس المنتخب عشان تستخبى، ما احنا عرفناك. يعني حاجه غريبه، لابس لبس المنتخب وحاجه يا عم عادي، ايه المشكله ما تلبس لبس عادي؟ يعني خلاص انتوا بقيتوا في الجهاز، يعني الجهاز الفني بقي كروش ومن معه واتنين بودي جاردات. طبعا انا مع الحراسه عشان ما حدش يفكرني ان انا ضد، لا مع الحراسه والحمايه، وشفنا ان حصل في انجولا، كنت قلقان جدا على ابو مكه، ربنا يا رب يكرمه. احنا ولا كنا نحلم ان جماهير تنزل للاعب مصري على غرار ما كنا نراه مع ميسي وكريستيانو، ده شيء يفرحنا جدا. ولكن بعيد عنك عبط، ايه اتنين لابسين لبس المنتخب والاتنين يحمو صلاح؟ طب ما احنا عارفينكم بودي جاردات او حراسه خاصه، ايه المشكله؟ ده لعيب بيتعامل مع ميسي ومع كريستيانو ومع كذا، لابس انت اللبس ده عشان تضحك على الناس؟ لا يا حبيبي، بالعكس احنا كلنا نحمي صلاح وعايزين بدل الاثنين عشرة. هو ما بتكلمش عن الحمايه خالص، انا معاها، ولكن بتكلم بس عشان ايه؟ من المفترض الراجل الحارس او البودي جارد يبقى عنده ذكاء. يعني وبعد كده ايه يعني بيفكروني بالمخبرين، يعني طب هاتوا لكم اتنين يكونوا ادخن من دول شويه يا جماعه. معلش معلش معلش، يعني الماتش كله بس ما فيهوش غير اللقطتين دول، انت شفت حاجه تانية يا احمد؟ لا انا ما شفتش الماتش اصلا، يعني حضرتك اللي هو ايه؟ لا انا شفته طبعا، يعني بس قصدي انت لقيت لقطتين، انا ما لقيتش لقطات اصلا. بس انا عاجبني الصراحه اداء احمد فتحي كفتنس وكروح وكاخلاق وك شناوي النهارده شال اكتر من كوره، يعني كان في بعض اللقطات زي ما انت بتقول، لقطه البودي جارد خدت فعلا يعني باع كبير على السوشيال ميديا، ولكن في النهايه خلاص يعني واضح ان كروش كان بيجرب اكتر من لاعب، حط لعيبه كتير ما كانوش بيلعبوا بشكل اساسي، شفنا احمد ياسر ريان النهارده وتاني مباراه دوليه ليه، فيعني في المجمل الراجل كان عايز يجرب اكتر من عنصر، خلينا نقول جرب، انتهت بقى مرحله التجارب. المباريات القادمة أو المباراتين القادمتين مع كأس العرب، مباريات كلها لا تحتمل الإثم على اثنين، مش هيبقى فيه أعذار، يعني لازم يبقى فيه مش عايز أقول جهد أكتر على المستوى الفني، يبقى فيه اهتمام أكتر مع اللعيبة، أكيد أكيد إحنا بننتظر التأهل لكأس العالم وأداء يبقى أفضل من كده بمراحل. طيب قول لي، هو في حاجة حصلت مع إمام عاشور؟ لا، ناحية إيه؟ يعني معرفش، يعني بس انا الاقي الناس بتسال في اللايف،
انا ما شفتش حاجه خاصه بامام عاشور. ما اعرفش هل في حاجه يعني حصلت من امام عاشور، كتبوا اسمه غلط، المذيع قالوا غلط حاجه. ممكن على ما اعتقد يعني، يمكن هقول لك انا في قناه اون تايم سبورت وهم بيكتبوا الاسماء كان في تقريبا اعتقد اسم امام عاشور كان مكتوب، كان مكتوب غلط، كان مكتوب اعتقد ايمان عاشور. كان مكتوب ايمان عاشور. طب ده يعني E-M-A-N بدل الام اتحط الام الاخيره اتحطت ام. طب والنبي ده كلام حصلت؟ لا طبعا. فلما حصل التغيير اتكتب ايمان عاشور لاعب رقم 13، ده سبستيتيوشن ان هو داخل ام. هو بيقول يعني او اتقال ان ده مشكله كانت يعني خطا بس في المسؤولين عن الاعداد او في الجرافيك. لا يعني طب ما ده الناس عارف الام جنب الام على الكيبورد. لا 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 ما بص يا احمد خلينا منطقيين. الاهلاويه من اول امام عاشور ما شتم الكابتن صالح سليم ونجومهم طلعوا عليه ايمان عاشور. فالنهارده اللي كاتب ده في الكنترول لا اما اهلاوي لا اما متعمد يعمل ده. انا ما لا افترض حسن النيه في هذه الامور، لانك انت النهارده قناه بالوزن ده اتحول الذكر الى انثى، ده كلام يا جماعه. يعني الراجل ملاعبينه امام يطلع ايمان؟ طب يعني انا عايز ضميركم اللي يتكلم. الراجل داخل الملعب امام عاشور يطلع منه ايمان؟ لا حول. حتى في اول المباراه لما اتحطت التشكيله لو ناس عندها قوه ملاحظه اتكتب اسمه على قائمه البدلاء امام عاشور، يعني انت كان الداتا متسجله كلها من البدايه للنهايه ايمان. ايوه عشان كده لما احمد ياسر ايام طلع في الدقيقه اعتقد 60 تقريبا اتكتب نزول امام عاشور مش ايمان. هي الداتا من الاول يعني من البدايه للنهايه غلط يعني. الراجل ندخل ودكر يطلع نتايج. انا بس يعني مش عايزين او مش عايز اقول ان فيها اتهام لحد، لكن انا معاك المخاطر. لا لا يا بيه يعني. يا بيه لازم يتم التحقيق، نحن لا نتهم احد طبعا. يعني ازاي طبعا واحد ذكر يطلع نتايه من الملعب؟ يعني ازاي يعني؟ انت ترضاها دي يا احمد؟ انت بتضحك، انت ترضاها على نفسك؟ يعني انت مثلا قايم الصبح رايح الشغل احمد السيد تروح ترجع يقول لك الاستاذ حمديه رجعت من الشغل؟ انا اسف يعني اذا كنت بعمل الاسقاط عليك، انت اخويا وحبيبي وراجل محترم. أنا عارف والله. لا هو الفكرة كمان إن حتى مش المذيع غلط في اسمه، لا هي اتكتبت على اسمه وهو نازل وهو طالع في التغيير وفي بداية المباراة. وبعد كده بعيد يعني عنك الشعب المصري يعني ما بيرحمش. يعني لو واحد مش مصري مثلا بيتفرج على المباراة وهيشوف الاسم هيستغرب يعني. يا حبيبي الشعب المصري ما بيرحمش، تلزقوها فيه. يعني الشعب المصري كمان ما بيرحمش، هو حد عتقه تبقي ترند. لا طبعا امر مرفوض تماما. طبعا 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 ربنا ما يعني امر مرفوض ويستدعي التحقيق مع كامل الاحترام. ربنا يكتبها على حد. مع كامل الاحترام للاخ اللي موجود في الكنترول وفريق الاعداد. يعني هو ربنا طبعا بس انا معاك لازم يكون في تحقيق في الواقع طبعا. ربنا بيخلص ذنوب، لكن برضه لا نرضى بمثل هذه الامور. وكامل التحيه لاون تايم سبورت، ولكن لابد من التحقيق. انت قناه كبيره ولها وزنها ولها ثقلها، وبعد كده طب دي الماتش خلص، هنشيل دي من التاريخ ازاي؟ لا وبعدين انت بتقول لي امام عاشور حصل حاجه، انا قلت حصل مشكله بعد الماتش في حاجه تعكت الذاكره، بس لا هو طبعا الناس انا عارف يا احمد يعني. بس بستعبط، انا عارف. انا عارف بس حبيت اجرك يعني. انت بتدينا المعلومه بالعافيه، بس انا حبيت اجيب رجلك. لا لا بامانه اول لما تسمع امام عاشور دي كمان حاجات تانيه. طب الماتش ده، الماتش ده تسيف في ارشيفه في التاريخ، كل ما نجيب الماتش ده على كده نلاقي الاسم ده زي ما هو يعني إيه ولا ممكن يعدلوه عشان الاعدادات؟ انت عندك مشكله تجنيس بقى بتحصل، ومشكله بطوله مش عارف ايه اللي كانت يا عم حارسه مرمى ايران كشفوا عليها. أيوة. يشوفوها دكر ولا انتايا؟ ايوه فتعمل لك مشكله دي. قعدت تصد قال لك دي مستحيل تكون انثى. فالاتحاد الاردني طلب منتخب الاردن ومنتخب ايران، صدت كل ما فيش كره ما صدتهاش، قال لك عايزين نكشف عليها، قدموا تقرير واحتجاج رسمي، والموضوع ده ترند ليه يومين على مستوى الوطن العربي. صح. والنهارده طلع بيان من الـ من الـ من الاتحاد قال ان تاكدنا انها انثى. تاكدوا ازاي؟ مش عارف يعني.
انا متاكد ان امام راجل محترم ماليش دعوه باكتر من كده. طبعا كل التقدير والاحترام لامام عاشور، وده خطا تقني يجب محاسبه المتسبب فيه، واكيد الناس حتى لو بتهزر على السوشيال ميديا، ولكن الموضوع طبعا ملوش اي علاقه واحنا بالاحترام ضد مثل هذه الاسقاطات عموما. يا التنمر طبعا عندنا النجم الكبير ايمان البحر درويش، اسمه شرف وقيمه للفن المصري طبعا والعربي عبر التاريخ يعني. خلي بالكم يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا 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 جدا، ليس في المباراه اكتر من الحاجات دي، وطبعا هتلاحظوا ان الثلاثه هايفين، بما يدل ان المباراه كانت ملهاش اي 60 30 لازمه. بس الخلاصه ان احنا صعدنا يعني والحمد كفايه لله. معادها يعني كفايه معادها. بالظبط. طيب نروح لاخبار النادي الاهلي يا ابو حميد بعد فقره المنتخب الجميله اللي خدناها معاك، الى النادي الاهلي تفضل. الله يخليك. ما انا خلينا في اخبار النادي الاهلي، عوده النادي الاهلي للتدريبات بعد الراحه ال 24 ساعه اللي موسيماني تفضل بمنحها على لاعبي النادي الاهلي. يعني هو شاف ان بعد المباراه الوديه يعني يدى راحه شويه للعيبه 24 ساعه، الفريق رجع اتمرن صباح الثلاثاء يا محمد. طبعا كان في مران كويس جدا لحراسه المرمى يعني كومنيشن، يمكن المران كان في بعض الامور مختلفه شويه على مستوى حراسه المرمى، بيحاول يعمل وحدات تدريبيه مختلفه يعني كومنيشن، يغير شويه بشويه، ودي حاجه كويسه جدا. موسيماني اجتمع مع اللعيبه وكالعاده كان في محاضره قبل التمرين، تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكوره يعني في المران بعد عودته من الامارات، وكان في جلسه جمعيته بالكابتن بموسيماني قبل اللقاء قبل المران. لميز بس ونمت. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان اتكلم على اللعيبه الدوليه، بنتكلم على علي معلول، على بدر بانون، على لويس ميكسوني. يعني قال ان بالنسبه لبدر بانون ولويس ميكسوني وعلي معلول المفروض يصلوا الاربعاء الى القاهره علشان ينضموا لتدريبات النادي الاهلي. طيب خليني يا احمد بعد اذنك اقاطعك، بس بعد اذنك في رساله مهمه. انا اسف، صديق المحترم وائل بمكاوي بعتني رساله بيقول لي تحياتي العم زاهر وهاني عادل هولندا، وعم زاهر فلسطين غزه احسن اصدقاء، وعمنا العمده عصام ابو كريم، والجميل ميسره تيفا، وعمي المحترم اخويا الكبير وائل علي، وتامر عسل، ومحمود احمد عبد الله الدخيله اسكندريه، رجاله روم اسود افريقيا، اسود دايما على الكلوب هاوس، جايبين اي حد الارض. ها هي هو. اتفضل يا ابو حميد. مران النادي الاهلي برضه الجهاز الفني يعني يمكن اليو ديانج وبيرسي تاو رجعوا وتواجدوا في القاهره طبعا بعد ما مشاركه بيرسي تاو مع منتخب جنوب افريقيا واليو ديانج مع منتخب مالي، ولكن نظرا ان هم وصلوا ساعه متاخره فموسيماني فضل منح الثنائي راحه، وبالتالي بيرسي تاو واليو ديانج الاثنين في مصر ولكن لم يشاركا في المران، هيشاركوا في مران اليوم طبعا على عكس معلول وبدر بانون ومكسوني لسه لم يصلوا طبعا او لم يصلوا بعد نهايه مشاركاتهم الدوليه، ويصلوا خلال الساعات القادمه. يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قال لا حديث في الوقت الحالي عن عروض احترافيه او مشاركات او حتى اي امور، قال النادي الاهلي مركز. والله الكابتن سيد عبد الحفيظ ده بيضايقني في حاجات كتير يعني، والله العظيم يعني بصراحه انا زعلان منك يا عرب يا ابو السيد، انا زعلان منك جدا يا عم. سيب الناس تاكل عيش يا ابو السيد، يا ابو السيد كل شويه كده تطلع تطقم للهبيده وتديهم على قفاهم، ما تسيب الناس تاكل عيش يا ابو السيد يا عم، ولازم تكذب، ما تسيب الناس يا اخي اعتبرهم اخواتك الصغننون يعني، اعتبره اخوك الصغنن حلاوه يا ابو السيد، ما تسيب الناس تسترزق وتاكل عيش يا ابو السيد، خلي الناس تصدق اي كذب في اي حاجه يا ابو السيد، اي هبد في اي حاجه يعني. اللي خلى علي معلول حط الزغلول مش هنصدق ان اللعيبه مش عارف عملت ايه يا عم، سيبهم يا عم، اعتبرهم كيس بلاستيك وحطط في الزباله عادي يعني. عندك حق. ابتدى كمان موسيماني يتفرج على مباراه المقاولين العرب كمان قبل لقاء النادي الاهلي، خد بالك مباراه النادي الاهلي مع المقاولين يوم الجمعه، تتكلم 19 نوفمبر، فالوقت قليل، فحتى موسيماني ابتدى مع المجموعه الحاليه بمشاهده مباريات المقاولين العرب قبل انضمام طبعا لاعبي المنتخب الاولمبي. اكيد هيكون في ضغط وارهاق على لعيبه المنتخبات، ولكن هي دي يعني كالعاده الدوري
العام اكيد ما فيش شك. كان متعلق المرام بالمناسبه حكيم الشحات كهربا يعني الاثنين الثنائي بالتحديد كانوا ماشيين بشكل كويس جدا. صلاح محسن ومحمد محمود بيوصلوا برنامجهم العلاجي خلال ايام هيخشوا في التدريبات الجماعيه. موسيماني يمكن عمل جلسه مع كريم فؤاد اثنى على اداؤه في مباراه تنوم والثمانود واداله يعني العديد من الثقه يعني علشان هيستخدمه في الفتره القادمه، وربما كريم فؤاد كمان نشوفه في ماتشات النادي الاهلي في الفترات القادمه. يمكن كمان موسيماني عمل جلسه مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق يعني بيطمئن على الامور الطبيه قبل عودة النادي الاهلي لمباريات الدوري العام زي ما انا قلت يوم الجمعه ملعب الاهلي سلام مباراه في مولين عرب. الكابتن طارق عبد الحفيظ برضه مدير الكوره قال ان معسكر الامارات بيتم الاستقرار عليه وهيكون في جلسه لحسم كل هذه الملفات مع كابتن محمود الخطيب، والسفر في اول 10 ايام طبعا من الشهر القادم يوم 7 يوم 7 نحن نقول لسيد عبد الحفيظ السفر يوم 7. فانت بتقول انت عارف التفاصيل انا عارف واحنا انفردنا بيها الحمد لله، بس انا بنقلك يعني الكلام الرسمي اللي قاله الكابتن طارق عبد الحفيظ. واحد بيقول لي هو انت لعبت كوره فين؟ للاسف الشديد انا ما لعبتش كوره، اخري لعبت في الشارع يا صديقي المحترم. يعني بس اذا كنت بتسالني بحسن النيه فهذه اجابتي، اذا كنت بتسال بنيه ثانيه قول لي بنيه ثانيه عشان ارد عليك بشكل ثاني. بس السؤال محترم فبرد والله العظيم لعبت في الشارع، ما لعبتش في اي مكان ثاني. وده مش عيب يعني، انا راجل شوارع عادي يعني في كره القدم بس يعني. كل اللعيبه العظام ابتدوا لعب الشارع. وبالنسبه زي ما انا قلت الناس اللي بتسال تاو ويانج واخدين راحه وبقيه المحترفين هيكونوا موجودين في مران اليوم باذن الله. الاستاذ الاخ ابو خالد المحترم بيقول لي هو صحيح يا استاذ عبد الناصر يعني الراجل بيسالني بادب لكن هو راجل قليل ادب يعني، بس بيسال بادب وانا برد بادب اهو، بيسال سؤال بادب ولكن السؤال قله ادب. فبيقول يا ابو خالد هو صحيح المستشار مرتضى منصور صاحب خير عليك ولحم كتافك من خيره وهو اللي عملك؟ تيت تيت تيت. اتمنى تكون فهمت لاني ما عنديش رد غير ده، ولو اتكلمت تاني اقول لك تيت 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 بس. وابعد عني النهارده كان ممكن اطقم لك والله واعمل عليك حفله. بص يعني النهارده الافيهات نازله عليا، ابعد عني يا ابو خالد عشان ما اخليكش ام خالد. والله مش ناقصين مش ناقصين، كفايه ان مرتضى منصور مسوق العيال خرباوي وحرباوي ومش عارف مين ومنسي وافتكر يعني كمان الراجل بيلم. يلا ما فيش مشكله، يلا احتراما احتراما للاستاذ احمد السيد عشان اكبر مني ب 18 سنه فاحتراما لي مش عايز اتكلم وانا بحترم اخواتي الكبار. اتفضل يا استاذ احمد. فكلام الكابتن طارق عبد الحفيظ دول ان خلال ايام هيكون في جلسه لحسم كل الامور الخاصه بمعسكر الامارات، وقال كمان ان ربما يكون السفر من الامارات الى قطر للمشاركه في السوبر الافريقي حال الاعلان بشكل رسمي عن موعد السوبر الافريقي، كل ده يتضح خلال الفتره القادمه. وقال ان في متابعه دايما مع لعيب المنتخبات وهيكون في طبعا يعني اطمئنان على حالتهم فور عودتهم للنادي الاهلي خلال الساعات القادمه. دي اخبار الكوره. عندنا برضو تصريحات مهمه للكابتن محمود الخطيب على هامش الانتخابات. اتفضل. ملف الانتخابات لازم تدي تقرير يومي يا استاذ احمد، لازم. ايوه لان احنا هنا الناس بنديهم ملخص لكل ما يدور على مدار اليوم، ما ينفعش نفوت. ولازم تبدا ان النهارده الاربعاء الاهلي على موعد بحكم تاريخي في القضيه المرفوعه من وليد الفيل بشان احقيته في نزول الانتخابات بعد ان تم استبعاده لعدم وجود شهاده الخدمه العسكريه معاه اثناء التقديم. بعد ساعات من الان سيكون الحكم لانها محجوزه للحكم مباشره. الاهلي قدم دفوعه من خلال المستشار المحترم محمد عثمان المحامي،
ووليد الفيل قدم مستنداته واسبابه التي يستند عليها للرجوع من خلال المحامي المحترم الاستاذ عيسى مكرم. والنهارده كلمتين منهم تاني، والحكم بيد الله، والقاضي الجليل هو من ينطق به. اما رفض دعوه وليد الفيل والراجل قال لك انا متقبل وشكرا وعملت اللي عليا، واما ادراج اسم وليد الفيل في الكشوف. وهنا اؤكد لكم وعصريا ومن غير كلام كتير، الاهلي لن يستشكل وسينفذ الحكم فورا، وسيعطي مثلا بانه عظيم وكبير، ولا يمكن ان ياخذ الاهلي الى اتون مخاطره بالانتخابات. وليس هناك ادنى مشكله لو صدر حكم لوليد الفيل ان ينزل السباق الانتخابي على مقعد نائب الرئيس في مواجهه الوزير السابق للرياضه الاخ المحترم العمري فاروق. والوليد الفيل حد محترم، ومعالي الوزير العمري فاروق حد محترم، وانا اتصلت بركت له انه نجح بالتزكيه ولا غبار ان يخوض انتخابات. والصناديق هي من تتحدث. وعلى فكره وليد الفيل من ابناء الاهلي المحترمين، ونزل ضد الكابتن حسن حمدي على مقعد نائب الرئيس لما كان الكابتن صالح حي، كان الكابتن صالح في أيما رئيس والكابتن حسن نائب. وليد الفيل نزل قصاد الكابتن حسن حمدي وخد مجموعه كبيره من الاصوات، اعتقد 7000 صوت، وده كان رقم عمل انقلاب وقتها. فوليد الفيل لا غريب على الاهلي ولا الاهلي غريب عليه، وهو ابن من ابناء الاهلي البارين. وفي نفس الوقت الوزير العمري فاروق من الاكارم الافاضل الذي اصبح ضمن رموز النادي الاهلي، فليس هناك اي مشاكل ان يلتقوا الاثنين ويتباروا تحت علم النادي الاهلي وعائله الاهلي والجمعيه العموميه. تختار من يريد من تريد. عشان كده بحيي الكابتن محمود الخطيب وبحيي النادي الاهلي. ما وصلني حتى الان ان الاهلي لن يستشكل لو صدر الحكم بان وليد الفيل ينزل الانتخابات، ولن يعطل تنفيذ الحكم. ماذا هذا ما وصلني حتى الان. لو اصل غير كده انا مش هصدق ان ده الاهلي، ولكن انا اراهن ان الاهلي لا يخذلني ابدا. لا يمكن ان يستشكل الاهلي، لان الاستشكال يعني المماطله في التنفيذ، وبعد كده لو كسب القضيه الانتخابات كلها تتلغي يوم اللي هتتعمل 26. فلا اعتقد ان الاهلي ممكن يعمل ده. وبالمناسبه احنا بنحضر مع وائل مكاوي قنبله للانتخابات، اسود افريقيا هيهزوا مصر والوطن العربي يوم 26 في انتخابات النادي الاهلي، ومعانا بدل الراعي 5، والناس متكفله ان احنا نعمل استوديو تحليلي للتاريخ، واحمد السيد هيكون في قلب الانتخابات ومعاه 2 مراسلين، وهنعمل اول مباشر على الكلوب هاوس من قلب الصناديق مع اسود افريقيا ووائل مكاوي والرجاله الجدعان. اللي واحد متخلف جزمه بيقول لك ايه كلوب غرفه او مجموعه اسود افريقيا خدامين عبد الناصر زيدان. انا شرف ليا ان انا اكون خدام عند اسود افريقيا كلهم، بدءا من وائل مكاوي للعمده عم عصام ابو كريم، للمحترم هاني عادل، للجميل محمود عبد الله اسكندريه الدخيله، لبيبو تريكا، لميسره، لكل الناس اسم اسم. واحنا لما نرد نزلزل الارض، لكن لا نرد على تافهات الامور، لان بنختار اللي نرد عليهم مين. احنا بنختار نرد على مين، لانك انت تسب يوم ما ترد على سافل سبك، ولكن الحقير والقزم يظل قزم وحقير. لكن يوم ما نرد على الرد نجيب لمسه اكتاف، وردنا هيكون يوم 26، تصوير ب10 كاميرات واستوديو تحليلي على مدار 7 ساعات الى ان تظهر النتيجه، وعلى الهواء مباشره يوتيوب اسود افريقيا ويوتيوب عبد الناصر زيدان، وفيسبوك 3 منصات، وكلوب هاوس على غرفه اسود افريقيا. وعيوب يوم للتاريخ، مهما كلفنا من مال هو ده ردنا على السفلة والمنحطين وأرباب السوابق والمرتشين والأبيضة. لكن احنا مش بتوع بق ولا بتوع كلام،
كنتوا فين يا معفنين لما كنا بنديكم تاكلوا وتلبسوا علشان كنتوا ملاقينش حتى اللي يديكم بالجزمة مقابل التعريفة والمليم. ومساء الفل ويحيى أسود أفريقيا وإيد واحدة وعنكسر الدنيا وردنا سيكون قاسي ومزلزل، لكن لا نرد الإهانة بالإهانة ولا نرد على السفلة، بالفعل بندوس بأحذيتنا على كل هؤلاء الأبيض والمرتشين. فضل أستاذ أحمد إلى الانتخابات. نادي الأهلي، أعضاء نادي الأهلي بالنقابة العامة للبترول يمكن أعلنوا دعمهم وتأييدهم لانتخاب قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل طبعا يوم 26 نوفمبر الجاري، يعني وفقا للاحتفالية اللي هم عملوها قالوا القائمة هي الأفضل والأصلح لقيادة النادي الأهلي في الفترة القادمة. ويمكن عربي كده فيلم وثائقي يعني صغير عن مسيرة الكابتن محمود الخطيب، وكان ده لقح يعني تصفيق حاد من كل الحضور. كابتن محمود الخطيب عبر عن سعادته بالتواجد داخل النقابة العامة للبترول، ويعني شكر كل الناس على التحية، وقال ان اختيار قائمة واحدة ده يعني اختيار قائمة متفاهمة متجانسة، ده سبب مهم جدا لاختيار القائمة، ان يكون ده سبب اساسي لنجاح القائمة بالكامل. هو بيقول يعني كان في ناس كتيرة وكلمات كتيرة واسامي كتيرة واجتماعات كتيرة، ولكن احنا بنحاسب انفسنا على كل كلمة. قال في دايما برنامج انتخابي بنشتغل عليه، بنحاول نضيف حتى عليه دايما، نتمنى ان احنا نحقق الاهداف المنشودة لينا، نتمنى نجاح القائمة بالكامل. هو بيقول يعني انا سعيد بالمجموعة كلها. قال الانتماء للنادي ليس مجرد شعارات بتكتب، دي مواقف بيتم تسجيلها على ارض الواقع. شكر الاستاذ ابراهيم الكفراوي، شكر رامي علواني، شكر جوهر نبيل اللي هو قال خرجوا من القائمه لكن بيواصلوا دعمهم ليها، وده تجسيد حقيقي للانتماء للنادي الاهلي. اعتقد كلمات مهمه من الكابتن محمود الخطيب. في نفس الوقت يمكن يعني ناس كتير كانت بتتكلم على تصريحات مهمه للاستاذ خالد مرتجي المرشح على منصب امين الصندوق، اللي كان ليه كلمات كتيره جدا 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 مع اعضاء النادي الاهلي عن الجانب المالي والاقتصادي اللي النادي هيشتغل عليه الفتره القادمه، سواء على الصعيد الانشائي او صعيد تدعيم فرق النادي الرياضيه او استاد الاهلي. كمان يعني قال مخطط شامل عشان ميزانيه النادي الاهلي توصل لرقم غير مسبوق ليه مع شركات النادي الاهلي كمان اللي هتبدا تشتغل، فهيتم استغلال النادي الاهلي بشكل كويس كاكبر الكيانات الاقتصاديه في مصر، والاسم النادي الاهلي اكيد يستاهل مننا الكثير والكثير. طبعا الاستاذ خالد برندلي برضو جولات مستمره في افرع النادي الثلاث، يعني طبعا مع احبابه مع مشجعيه مع اعضاء الجمعيه العموميه. يمكن انتخابات ان شاء الله يوم 26 اعتقد هتكون باذن الله كالعاده 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 يعني حاجه محترمه وبارزه، ودايما انتخابات النادي الاهلي بيضرب بيها المثل، هتخلص الانتخابات هتلاقي مجلس اداره كله بيشتغل على قلب رجل واحد كالعاده. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد، ولكن قبل ما اسيبك عايزك تردك على كلام ميدو بيقول لك الاهلي عينه على عبد الله جمعه، فانا عايز اقول لميدو يا راجل عيب عليك انك انت تقول خبر زي كده، يعني انا ده ردي على ميدو، عيب عليك تقول خبر زي ده. عبد الله جمعه مين اللي الاهلي عينه عليه يا راجل؟ عيب عليك يا ميدو، انت يعني من الناس اللي انا معجبين بيك يا راجل، ما تخليش معد يديك خبر زي كده يوقع لك البرنامج يا راجل، عيب انك تقول الخبر اصلا. عبد الله جمعه مين اللي الاهلي عينه عليه؟ انت الاهلي صدق ما خلص من صالح جمعه هيجيب عبد الله ويجيبه بدل مين ويلعب فين؟ يعني فعلا ما فيش رد يا كابتن ميدو مع احترامي الكامل ليه، غير ان انا اضحك واقول لك عيب انك حد معد يجيب لك خبر زي كده غير مقنع، لا يجوز ليك باسمك الكبير انك تقوله. هذا الخبر سقطه ويقلل منك، ودي جامد عشان جامد لسه ما خدش. وانا متفق معاك، وما بحبش ستايل الاخبار اللي ممكن يعني يكون هدف الله اعلم النيه يعني. يا راجل تفيت يا بيت يا بيت، لو اخر لاعب في العالم الخطيب لا يمكن يدخل للنادي لاعب شتم جمهور الاهلي، يعني انت بتتكلم هو حد نسيله البدري والوخري والكلام ده يا راجل؟ يعني فعلا سقطه، يعني خبر لا يمكن ان انا اصدق ان ميدو يقوله غير لما اسمع بوداني.
وانا سمعت واتاكدت مش مصدق ان ميدو يقول خبر زي ده. يعني يا راجل نفترض الاهلي عايزه، تتصور معايا ان الخطيب يجيبه وبينه وما بين الجماهير كوارث؟ تعتذر 100 مره وجمهور الاهلي مش قابل الاعتذار. وبعد كده اللي عمله في الامارات الخطيب ينساه ولا غيره؟ ده لو كان الاهلي عايزه. وارجع واقول طلاق بالتلاتة، يمين بالله ما في لاعب من الزمالك هيروح الاهلي. يا راجل انا كنت في الاستاد في ابو ظبي، تعمل كوارث ضد جمهور الاهلي. انا كنت في الاستاد يا راجل. فعلا يا كابتن ميدو لازم تعاقب المعد اللي عمل لك كده، اللي عمل فيك كده. المعد لازم يتعاقب اذا كان مفهمك ان الخبر ده لا يا امنيه بضحك مش بحلف طلاق. اللي اداك الخبر ده وقال لك ان ممكن يكون سبق غرقك، ما ازرق من سيتي الا ستي، صالح جمعه الروح الاهلي يجيب عبد الله جمعه، اللي شتم جمهور الاهلي في ابو ظبي وقعد يفرح هو بدر. يا راجل عيب يا كابتن ميدو، عيب عيب عليك. لو عندك تعليق يا استاذ احمد اخير. لا يعني اكيد في اخبار بتبقى مغلوطه منتشره في بعض المواقع في بعض البرامج. انا بقول لك بس بخاف من نوعيه التعمد ان انا ارمي خبر عشان الناس تشتغل عليه على السوشيال ميديا. لا ما تظلمش ميدو، هو ده خطا معد. معد كده خد ميدو قبل الهوا، انا كنت شايفه. خد ميدو قبل الهوا، اصل الحاجات دي كانت بتتعمل فيا. كان يجي معد كده قبل ما اطلع يقول لي يا كابتن انا عندي ليك انفراد، يجي يقول له بس انا مش مقتنع بالكلام ده، اروح ماسك تليفوني واعمل تليفونات الاقي اللي بيقوله لي المعد فنكوش. اقول له شوف لولا ان انا خبره السنين ومش مقتنع باللي انت قلته كان ممكن البس. فميدو الواد المعد خده على جنب قال له عندي خبر انفراد ليك هيكسر الدنيا يا كابتن ميدو، الاهلي عينه على عبد الله جمعه. طب السؤال، عينه اليمين ولا عينه الشمال؟ احمد السيد يجاوبني على ده. عينه اللي في النص، اللي في النص مناخيره. يبقى الصفقه ريحتها وحشه. صح. شكرا يا عم احمد.